الخامسة سامسونج أمنيا دبليو. شاشة هذا الجهاز تصل جودتها إلى 480x800 وطولها 3.7 بوصة، تعمل بتقنية الأمولد، وجودة معالج بتردد 1.4 جيجا هيرتز، وكاميرا 5 ميجا بيكسل، تصور فيديو بجودة 720. سعة بطارية الجهاز تصل إلى 1500 أمبير بالساعة، وهذا يجعلها بطارية طويلة العمر. في المرتبة الرابعة ديلفينو برو. هاتف بشاشة 4.1 بوصة تصل جودتها إلى 480x800، مزودة بكاميرا أمامية 5 ميجا بيكسل. وحدة معالج هذا الهاتف يصل ترددها إلى 1 جيجا هيرتز، وذاكرة تتراوح بين 8 إلى 16 جيجا بيت، ومزود بلوحة مفاتيح تنزلق حسب رغبة المستخدم. في المرتبة الثالثة سامسونج فوكس إس. يتميز هذا الهاتف بشاشة 4.3 بوصة تعمل بتقنية الأمولد، بجودة تصل إلى 480x800، ووحدة المعالج يصل ترددها إلى 1.4 جيجا هيرتز، بكاميرا 8 ميجا بيكسل، تصور فيديو عالي الجودة 720. سعة الذاكرة تصل إلى 32 جيجا بيت. يطابق الهاتف هاتف سامسونج جالاكسي S2، لكنه يعمل بنظام تشغيل ويندوز وليس أندرويد. في المرتبة الثانية HTC تاتيون. وحدة معالج هذا الهاتف 1.5 جيجا هيرتز، وباقي السمات مطابقة للي تتواجد في هاتف نوكيا لوميا 800، إلا أن الشاشة LCD حجمها 4.7 بوصة، وهناك كاميرا أمامية بجودة 1.3 جيجا بيكسل. أما في المرتبة الأولى نوكيا لوميا 800، أحد الإيجابيات اللي منحتها شركة نوكيا ومايكروسوفت في عالم الهواتف الذكية. هي هاتف جوال يعمل بنظام تشغيل غاية في التميز ويمتلك أفضل الخصائص. وحدة المعالج يصل تردده إلى 1.4 جيجا هيرتز، وسعة الذاكرة تبلغ 16 جيجا بيت، بكاميرا 8 ميجا بيكسل، تصور فيديو بجودة 720p، وشاشة بحجم 3.7 بوصة بجودة 480x800.